النهارده يا جماعه احنا معانا صهرين الاثنين نفس الشكل ونفس الهيئه ونفس اللون ونفس كل حاجه، وفي خلط كبير جدا ما بينهم. فانا النهارده حبيت اوضح لكم الفرق بينهم. النوعين الاول يا جماعه بيستخدموا لصيد الصقور لان الاثنين شبه شكل الشاهين، وده اتكلمت عنه في الفيديو اللي فات. زي ما انتم شايفين الشكل اللي حوالين عينه نفس الشكل اللي حوالين عين صقر الشاهين البحري. مبدئيا يا جماعه النوع اللي على اليمين دوت اسمه الهوبي او الشويهن، والعرب بيسموه كده عشانه شبه صقر الشاهين ولكن على صغير. زي مثلا في صقر الحر في نسخه مصغره منه اسمها صقر الميرلين، وزي ما في صقر الباز في نسخه مصغره منه اسمه الباشك، كمان في الهوبي نسخه مصغره من الشاهين، عشان كده بيستخدموه صيد الشاهين لانه شبهه في الشكل. وكمان الليلينورا النوع دوت يا جماعه برضو بلغه الصيادين اسمه جلمه، هما بيطلقوا جلمه على اي حاجه سواء على الليلينورا او الهوبي. والصقور دي يا جماعه في كمان صور تشبهها في الشكل زي الريد هوتد، وهو اصغر منهم. هما الاثنين من نفس الجنس او من نفس العيله، اللي هي برضو بتضم يا جماعه صور زي الريد هوتد وصقور زي الوكري، ولكن الاثنين دول هم اقربهم شكلا للشاهين، عشان كده بيستخدموا على طول للنقل وصيد الشاهين. لو لاحظنا يا جماعه الصقورين هنا هتلاقي الجناحه طويله ومدببه، الاثنين زي بعض بالظبط، والديل مربع. ولو لاحظنا في الشكل عامه هم شبه بعض جدا، ولكن مع اختلاف بسيط اللي هو الإلينورا هتلاقي تحت بطنه لون احمر كده، ده مش موجود عند الهوبي. وكمان يا جماعه الهوبي سواء فرخ او جناص او يعني بالغ او غير بالغ بيكون لونه قريب من بعضه. يعني مثلا الهوبي البكر بيكون لونه شاحب بدرجه بسيطه بس مش اكتر، اما الإلينورا البكر منه بيكون بني غامق خالص، ولما بيجرنص بيطرح ريشه وبيبقى في اللون ده في الاخر. في كمان نوع فرع من الإلينورا بيكون لونه مايل لرمادي اكتر زي ذكر صار الغروب او ذكر الريد فوتيد، الاثنين بيكون لونهم رمادي بنفس الشكل. مع ان يا جماعه بالمناسبه صقر الغروب من عيله مختلفه تماما عن عيله الهوبي عامه. نيجي بقى يا جماعه اخيرا اللي هم عامه بيعيش فين. اولا يا جماعه الطائرين مهاجرين والطائرين بيعيشوا بشكل اساسي في اوروبا، ولكن الفرق ان الهوبي اللي هو على اليمين اللي حجمه اصغر طبعا بيقضي هجرته في افريقيا واسيا، وبيعبر طبعا في طريقه على مصر بدليل ان انا ماسكه يعني دلوقتي. اما بقى اللي على الشمال فهو طريق هجرته محير جدا. الصقر ده عامه يا جماعه بيعيش فين؟ هو بيعيش في جنوب اوروبا في شبه الجزيره الايبيريه، وكمان بيتكاثر في المغرب وفي جزر البحر الابيض المتوسط، بالذات في غرب البحر الابيض المتوسط في المغرب والجزائر واسبانيا وفرنسا، يعني في جنوب اوروبا وشمال غرب افريقيا. بيقضي الشتاء في مدغشقر، ولكن في طريق هجرته بيكون بيعدي عن طريق البحر فقط. يعني مثلا عشان يروح وجهته الرئيسيه موزمبيق ومدغشقر بيعبر البحر المتوسط من المغرب لحد مصر، وعن طريق قناه السويس والبحر الاحمر لحد ما يوصل لوجهته في القرن الافريقي وجنوب شرق افريقيا. مش ده الغريب، الغريب ان هو لما يجي يرجع تاني ما بياخدش نفس المسار وبياخد مسار مختلف تماما. بالمناسبة مش شرط اساسي لازم الطائر يجي حوالين البحر بس وهو رايح مدغشقر، لا، في علماء المان واسبان تتبعوا الصقر دوت واكتشفوا ان هو في حالات نادرة بيعبر الصحراء الكبرى في افريقيا وبيعبر الغابات الاستوائية المطيرة لحد يوصل لهجرته الرئيسية في كينيا ومدغشقر وشرق افريقيا عموما. ده الاختلاف بين مسار هجرتهم. اما هما بيتغذوا على ايه؟ فالاثنين بيفضلوا اليعاسيب الكبيرة والحشرات الكبيرة، وكمان الطيور متوسطة الحجم. يعني مثلا اللي على اليمين الهوبي بيفضل الطيور اللي هي زي السنونو او عصفور الجنة، بيعرف يصطادهم وهم طايرين في السماء. اللي على الشمال بيفضل الطيور المهاجرة عشان كده بيعشش في اواخر الصيف، فهو متخصص في صيد الطيور المهاجرة صغيرة ومتوسطة الحجم، وحتى بيحب يعشش في الوقت ده بالذات عشان يكون اكل فروخ متوفر دايما. وهما الاثنين بيفضلوا خفافيش، يعني هما الاثنين يا جماعة حتى في نظامهم الغذائي متشابهين، مش بس في الشكل ولا في اللون ولا في الحجم ولا في اي حاجة. برضه الاثنين الينورا بيبيض حوالي 4 بيضات، والهوبي بيبيض من 2 لـ4 بيضات. الهوبي بيبيض في عشاش الطيور التانية زي عشاش الغربان واي عش مهجور عامة، اما الينورا بتعشش في اماكن ما بين الصخور في الجزر المطلة على البحر المتوسط او في الجزر اللي في البحر المتوسط. يعني الهوبي يا جماعه طاير جريء جدا وممكن تدربه ان هو يصطاد سمان وطيور زي الكوبرا والدرونجو. الليلينورا اعند منه شويه ومش بنفس جرأته. ولو لاحظنا برده الاختلاف ما بين رجليهم يا جماعه، الهوبي اللي هو على اليمين رجليه طبعا اصغر لان هو حجمه اصغر ولونها اصفر اكتر، على عكس الليلينورا بيكون لونها مخضر اكتر وحجمها اكبر شويه. الليلينورا برده يا جماعه من الطيور النادره، من الطيور الجارحه النادره اللي هي بتعيش مستعمرات. يعني مثلا في جزر في المغرب هتلاقي الإلينورا دوت متجمع في مجموعات زي النوارس، ده ينظر في الطيور الجارحة بالذات في الطيور زي الصقور. انت ممكن تلاقي التجمعات دي في النسور مثلا بس نادر تلاقيها في الصقور، على عكس الهوبي اللي هو مش بيعيش في جماعات. وكمان الإلينورا مهدد بالانقراض اكتر من الهوبي. بالمناسبة برضه الاثنين في التربية والتدريب عنيدين، والإلينورا اعند ولكن مش مستحيل، يعني ممكن تدربهم عادي. افضل فيهم ايه؟
والله الاثنين زي بعض، بس الهوبي جريء اكتر. الالينورا اخف في الحركه والطيران من الهوبي، الهوبي في طيرانه تقيل شويه، والاثنين يعني سلوكهم قريب من بعض. انا من رايي ان الالينورا اعنت شويه من الهوبي، بس الاثنين يعني بييجوا برضو بالتدريب، بدليل انهم واقفين على ايدي دلوقت، هم مش متدربين، هم متدهلين شويه زي ما تقول، برضو مش متدهلين بطريقه كامله، بس على الاقل هم واقفين. جت على السير قلت هم واقفين راحوا نطوا. المهم هم مش متدهلين 100% يا جماعه، بس لو اشتغلت على تدريبهم هيتدربوا بسرعه. طبعا طريقه تدريبهم او ترويضهم مش بتختلف عن انواع السور التانية، تعتبر هي هي السور عامه في تدريبها زي بعض، بس الفرق ان استجابه كل طير مش زي التاني. في طيور بتستجيب معاك اسرع لانها اذكى زي الوكري طبعا والشرياص، وفي طيور اقل شويه في الاستيعاب زي الهوبي والالينورا. وبس كده يا جماعه، دي كانت كل حاجه في فيديو النهارده، اتمنى اكون فدتكم طبعا، واشوفكم فيديو جديد.